ايه ده؟ يا امي عبد الله على السلامة واسفين على الرخامة. اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يستحمل اذايا. اهلا بيكم في رامز جنب الاخر فلتبدا المساخر. طبعا يا جماعه انا جايبكم النهارده علشان عايز احقق في موضوع الشيبي. واكرم حاضر في القعده دي بصفته شاهد. اكرم عايز ايه؟ قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ايه ده؟ تعجبني. مين اللي غلطان في اللي حصل؟ الشيبي ولا حسين؟ الاثنين. من الاثنين غلطانين. أوه. لو الشيبي موجود هنا الشحات، ايه الرساله اللي توجهها له؟ اكيد هقول له حقك عليا طبعا في اللي حصل، لاني انا غلطت قدام اللي حصل قدام الكاميرا، يمكن اول مره اعملها في حياتي، فاكيد هتاسف له واقول له انا اسف طبعا، واقول لوالدته حقك عليا لان انا شتمته طبعا بوالدته، فدي حاجه طبعا كبيره. أوه. وانا غلطان فيها، فاكيد طبعا هقول له حقك عليا، يعني هو ووالدته طبعا. يعني بصراحه انت احرجتني. معلش يا اكرم، انت جاي معانا دلوقتي فاستحمل عشان خاطر صاحبك. انت الحقيقه مصياده يالا، دخل الوحش. ايوه شغل السير ناحيه الوحش. خلي بالك يا اكرم. يا اكرم ايه اللي حصل؟ معقول يا اكرم؟ دخل الوحش. دخل الوحش. اقفل الباب. انت متضايق مني يا اكرم؟ زعلان مني في حاجه؟ احذف ياه. احذف ياه. تخدي اللذين. دي ساعه رولكس يالا؟ دي مضروبه ولا بكام؟ ده ب 3000 جنيه، حلوه؟ دي مضروبه يخرب بيتك. طلعت مضروبه. ولا اكرم نظرتك مش عجباني ياه. دخل الوحش تاني عشان اكرم مش عاجبني. لا ما شغل السير. ما اجري الناحيه الثانيه. اجري عكس. هوب 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 هوب. اجري يلا. انت يلا بتبرق لي. خلاص افتح نفق الزواحف علشان الكل يخش زاحف.